أهلا بكم. بقي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع في السودان، إلى أن وقع مؤخرا إعلانا مع المدنيين يتضمن تفاهمات بينهما لتشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الحرب، وقام بجولة أفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية سعيا لحسم معركته مع الجيش. ومع تحقيق قواته تقدما ميدانيا، استبدل دوغلو زيه العسكري بالملابس المدنية، وقام بجولة خارجية تخللها لقاء مسؤولين كبار في أوغندا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا. في المقابل تتصاعد الدعوات إلى تسليح المدنيين في السودان، والتي دعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورفض كذلك الصلح أو الحوار مع دوغلو، ما يثير مخاوف من شبح الحرب الأهلية بعد 8 أشهر من النزاع الدامي على السلطة الذي خلف أكثر من 12,000 قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وسط أيضا تراجع الأمال بلقاء قريب بين الجنرالين المتصارعين. لنتابع هذا التقرير قبل الترحيب بضيوفي الكرام في هذا الحوار. تواصلت في بعض الولايات السودانية التي لا تزال آمنة في شمال وشرق البلاد حملات للاستنفار الشعبي أطلق عليها المقاومة الشعبية المسلحة، وتستهدف تسليح المواطنين للدفاع عن مناطقهم خشية امتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إليها، على غرار ما حدث في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أكد دعمه للمقاومة الشعبية المسلحة، وأمر بتسليح كل من يستطيع حمل السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع التي توسعت في ولايات أخرى خارج العاصمة الخرطوم، في حين حذرت أحزاب سياسية من مغبة تزويد المواطنين بالسلاح لما ينطوي عليه من خطر جر البلاد إلى حرب أهلية شاملة. يأتي ذلك في حين بقي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع في السودان، إلى أن وقع مؤخراً إعلاناً مع المدنيين وقام بجولة إفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية سعياً لحسم معركته مع الجيش. وأثار الاستقبال الرئاسي الذي وجده دوغلو في الدول التي زارها غضب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي قال إن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع حتى تنتهي أو ننتهي. كما أكد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وهو يقود تنسيقية القوى المدنية تقدم أنه أرسل إلى قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان دعوة لعقد اجتماع مباشر مع تنسيقية، حثاً إياه إلى انتهاز الفرصة لإنهاء الحرب بعدما نفى الجيش تلقيه في محاولة للتهرب من أي التزام قبل اجتماع إيجاد في جيبوتي. هذا وكان حمدوك قد أرسل في أواخر ديسمبر الماضي خطابين لكل من البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دوغلو للقاء القوى المدنية وبحث كيفية وضع حد للحرب الطاحنة في السودان. أتى ذلك في حين تستمر المواجهات الضارية في البلاد منذ أشهر، ما أدى بحياة أكثر من 10,000 شخص، وتسببت الحرب في السودان بنزوح ما يقرب من 7 ملايين سوداني. أهلا بكم من جديد للنقاش والحوار. أرحب بضيفي الكريمين من العاصمة السودانية الخرطوم، الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، وأيضا من العاصمة السعودية الرياض الأستاذ محمود العوطة الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ الباشا، أنت في مكتب القائد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو. لعله السؤال الأبرز، لماذا غاب دوغلو كل هذه الفترة من عمر هذا النزاع وظهر مؤخرا؟ مرحبا أستاذ الكريم، ومرحبا بقناتكم العامرة، ونرحب أيضا بالمشاهدين، والترحيب يمتد إلى الأستاذ محمود العوتة من الرياض. أهلا بك. هذا السؤال يا أستاذ الكريم، السيد القائد الفريق أول محمد حمدان دوغلو
يختفي في الظل، ولكن كانت هنالك ترتيبات أمنية وعسكرية، وهو يخوض حرب ضروس فرضت عليه من الجيش ومن قائد الجيش ومن كتائب البراء الإرهابية المتطرفة. لذلك كانت هنالك ترتيبات أمنية، وهو يدير غرفة العمليات بنفسه، ورأى في تلك الفترة أن يظل داخل غرف العمليات والإشراف على العمليات في الميدان. لذلك كان يسهر عبر الهاتف وعبر اللقاءات المباشرة مع جنوده. ولكن يعني طوال هذه الفترة ظل يعمل عمل تهوب وفق غرفة عمليات متقدمة، وكان يخطط ويرسم للعمليات التي حققت فيها قوات الدعم السريع انتصارات كبيرة جدا على الجيش القرهاد الانقلابي وعلى كتائب البراء الإسلامية المتطرفة. ولكن ظل يعمل أيضا في تقديم العمل الإنساني والمساعدات الإنسانية. هل هناك أيضا رسالة أراد من خلالها السيد محمد حمدان دوغلو توجيهها إلى العالم، خصوصا أنه يعني ظهر بالزي الرسمي؟ هل هناك من رسائل؟ سيد محمد حمدان دوغلو وهو يتعامل بمسؤولية وطنية كاملة وبإرادة حقيقية لإيجاد حل لهذا المشكل السوداني الذي يعني نشب الحرب في 15 أبريل 2023 بطلقة أولى من الجيش ومن كتائب البراء الإسلامية يعني المتطرفة. أراد أن يرسل للعالم أنه ليس داعيا لهذه الحرب وليس من بدأ هذه الحرب، وهو رجل السلام الأول في السودان، وهو من سعى إلى توقيع حركات الكفاح المسلح على سلام جوبا. لذلك هو الآن يؤكد لكل العالم ولكل محبي السلام في العالم بأنه هو رجل السلام، وهو يدعو إلى إيقاف هذه الحرب بكل السبل وبكل الوسائل، وهو الآن في حالة دفاع عن النفس لأن هذه الحرب هي فرضت عليه وليس هو من سعى إليها. نعم. لذلك أراد أن يرسل رسالة للعالم بجزته يعني المدنية بأنه هو الآن مع السلام ومع السعي لإيقاف هذه الحرب. سيد محمود، هل ظهور محمد حمدان دوغلو بالزي الرسمي، الجولة التي قام بها بأفريقيا، الخطاب الذي تغير خلال الفترة الماضية يدلل على شيء ما لدى الرجل أو رغبة حقيقية في السلام في السودان باعتقادك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم الباشا من الخرطوم. أهلا بك. الحقيقة يعني السؤال على هذا، الإجابة على هذا السؤال ترتبط بأشياء كثيرة. أول حاجة ظهور قائد الدعم السريع بعد فترة طويلة، وتزامن ذلك الظهور مع تحقيق انتصارات كبيرة في إقليم دارفور، ومن ثم في تحرك إلى مدني. وأكيد إنه هذه الجولة كان قائد الدعم السريع يحتاج منها إلى شرعية دولية، والشخص الذي وضع له هذه البرامج حدد دول كانت يعني متخذة مواقف. من هو الشخص الذي حدد له هذا الأمر؟ هذا يعني مكتبه السياسي، يعني هو اللي حدد برمج هذه الأشياء بجغرافية محددة. بدأ بأوغندا ثم إثيوبيا ثم جيبوتي ثم ذهب كينيا ثم ذهب إلى جنوب أفريقيا. أنا أعتقد هذه الدول كلها يعني قائد الدعم السريع لديه علاقات مسبقة مع هذه الدول، وقد يكون حسب ما ترشح في التقارير والوكالات أنه لديه استثمارات وعلاقات اقتصادية مع هذه الدول، وبعضها لا يعني لديها مواقف يعني سياسية مؤيدة له، وهذا ما لاحظناه. لديه استثمارات شخصية تقصد؟ أي نعم طبعا، كما تعلم أنه قائد الدعم السريع لديه يعني إمبراطورية اقتصادية كبيرة جدا، هو الذي من أوائل شركاته تنقب الذهب في السودان واستفاد من هذا الوضع. أما المواقف السياسية، أنا أعتقد موقف أثيوبيا وكينيا في الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا حول مناقشة الأزمة السودانية قبل 3 أو 4 سنوات، كانت هنالك تصريحات علنية من الرئيس الأثيوبي والرئيس الكيني بأنه لا توجد دولة في السودان يعني كذا، وحتى الرئيس الأثيوبي أعلن بأنه لا بد من حظر الطيران
في السودان من أجل يعني يعني هنا تريد القول سيد محمود أنه محمد حمدان دبلو استغل علاقاته الاقتصادية لفرض رأي سياسي وموقف سياسي على هذه الدول؟ لا طبعا السؤال يعني ما ليس بهذه الطريقة. طبعا الدول المجاورة للسودان لا بد أن تبحث مصالحها أولا هي ومن الذي يأتي للحكم، لأنه باعتبار هي دول إقليمية مجاورة ولديها استراتيجيات ولديها مصالح مع النظام الذي يأتي إلى الخرطوم. فبالتالي لازم هي تعمل ألف حساب لمن الذي يأتي للحكم حتى تتفاهم معه مستقبلا. لكن المسائل الاقتصادية قد تكون جزء أو عامل مساعد لهذه لهذا الجانب من أجل توطيد العلاقة القوية مع الدول بشكل عام. فأنا أعتقد أنه إثيوبيا وكينيا ويوغندا يعني لديها يعني علاقات مع قائد الدعم السريع بطريقة أو أخرى أو بشكل مباشر أو مباشر، بدليل أنه هو اختار هذه الدول في البداية لزيارتها، وإذا كان لم يلقى يعني ضوء أخضر لزيارتها كان أكيد لم يزورها. وبدل لكن أثمرت هذه الزيارات عن لحظة بدليل أنه هو استقبل كرجل دولة وتم استقباله باستقبال رسمي، حتى أنه البرهان ذكر في أحد خطاباته بأنه هذه الدول على الدول هذه ألا تتدخل في شؤونها الداخلية، ويعني أعطاها يعني إنذار بأنه هذا الوضع يعني غير مقبول لديهم. طيب سأتحدث عن التفاصيل يعني هنا، لكن زيارات محمد حمدان دوغلو أسفرت ربما عن قنبلة، وهي التوقيع على اتفاق مع القوى المدنية الثورية بقيادة حمدوك وتقدم. أستاذ الباشا، أريد منك لو سمحت أن تطلعنا على تفاصيل هذا الاتفاق مع تقدم مع حمدوك. كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يخرج السودان اليوم من عنق الزجاجة؟ السيد الفريق أول محمد حمدان دبلو القائد العام لقوات الدعم السريع كما ذكرت لك يا أستاذ الكريم، هو يسعى مع كل القوى الوطنية الفاعلة التي تريد أن يعني تقف هذه الحرب ولديها رؤية لإيقاف هذه الحرب. لذلك قبل بالدعوة التي قدمت له من السيد دكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية تقدم، وأسفرت هذه اللقاءات والاجتماعات عن إعلان مبادئ. إعلان مبادئ تضمن وقف لإطلاق النار وتضمن أيضا حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وشكل الحكم الذي يرتضي أو يتراضى عليه أبناء الشعب السوداني في المستقبل وهي الفيدرالية. لذلك أنا يعني أفتكر أو أعتقد أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات إيجابية واجتماعات تصب في مصلحة الشعب السوداني وتدعو إلى إيقاف هذه الحرب. لذلك يعني أؤكد لك أن السيد الفريق أول محمد حمدان دبلو كما ذكر هو أن أي وثيقة أو أي يعني مذكرة وطنية يعني تدعو إلى إيقاف الحرب وليس لديه مانع أن يوقع عليها. لذلك هو الآن مع أي جهة وطنية كانت أو أحزاب سياسية عدا الأحزاب التي حملت السلاح الآن وتقاتل مع الجيش، أي حزب سياسي أو أي كيار وطني يدعو طيب إلى ما ردكم على بيان الخارجية السودانية يا سيد الباشا؟ ما ردكم على بيان الخارجية السودانية الذي قال بأنه الاتفاق يمهد لتقسيم السودان؟ الذي يمهد لتقسيم السودان هو السياسة الرعناء التي يتبعها البرهان الآن ومعه ما يسمى بوزارة الخارجية. أنا أحب أن أوضح نقطة مهمة جدا. الآن لا توجد حكومة شرعية في السودان، ما يوجد الآن من ما يسمى برئيس مجلس السيادة وفق الوثيقة الدستورية التي تم تجميدها في انقلاب 25 أكتوبر. الآن البرهان ليس لديه شرعية، هو الآن قائد الجيش، ونحن لا نعترف بأي حكومة الآن شرعية موجودة الآن. علي الصادق الذي يتحدث باسم وزارة الخارجية هو ينتمي إلى جماعة علي كرتي الإسلامية المتطرفة، وهي التي تؤدي الحرب الآن في السودان، وهي التي تدعم الحرب الآن، وهي التي تسيطر على يعني على القرار. حتى البرهان ليس لديه قرار،
ولاحظتم تردده وتراجعه من اي التزام تم الاتفاق عليه في منبر جده او في اي يعني منبر اخر. الان البرهان لا يمتري قراره وهو يعني يحرك من قبل علي كرتي، لذلك نحن لا نعترف ببيان وزاره الخارجيه لانها هي اصلا. طيب اذا كنتم لا تعترفون يا سيد الباشا، لا تعترفون بالبرهان، مع من ستتحاورون؟ نتحاور مع البرهان كقائد للجيش، نحن نعترف به كقائد للجيش وليس رئيسا لمجلس السياده، وهذا هو شرطنا في لقاء جيبوتي، اذا اراد ان ياتي الى لقاء جيبوتي ياتي قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السياده. طيب سأواصل الحوار معك سيد الباشا وايضا استاذ محمود لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أرقام مفزعة فيما يتعلق بهذا الصراع في السودان الذي بدأ في أبريل العام الماضي، نناقش تطورات مستقبل البلاد وشبح الحرب الأهلية الذي يخيم عليها، خصوصا مع دعوات تسليح المدنيين. معي ضيفي من الخرطوم الباشا طبيق مستشار في مكتب القائد قوات الدعم السريع، وأيضا معي الصحفي محمود العوتة. سيد محمود، لماذا يتحدث الطرفان عن السلام باعتقادك ويرفضان الخوض في تفاصيله؟ لو سمحت أعيد السؤال. لماذا يتحدث طرفا الصراع في السودان عن السلام دائما ويرفضان الخوض في التفاصيل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السؤال جيد وعميق، وهم طبعا يعني هذه الحرب بدأت بجنرالان اللي هو قائد الدعم السريع وقائد الجيش، وأنا أعتقد الرجلان اختلفان في الفترات الأخيرة بعد أن يعني زادت طموحات قائد الدعم السريع بأن يكون قائدا للسودان. لماذا هو يكون البرهان هو قائدا لأنه هو يكون قائدا للبلاد، لأنه الشخصان كان طموحان في أن يذهبان بعيدا لقيادة البلاد، ومن تالي هم يناوران في مسألة يعني إيضاح تفاصيل للسلام. وأنا أعتقد ما يقولانه يعني في خطاباتهما هي مسائل لتزيين يعني رأيهم بهذه العبارات، أنهم هو في اتجاه السلام، بدليل أنهم فشلوا كثيرا في الجلسات التي عقدت في منبر جدة، وفشلا أيضا أن يلتقيا في مؤتمر الغات الذي الآن أعتقد سيكون غابة غدنين أو أثناء، يعني لن يلتقيان، لأنه الغات كانت حددت هذا اللقاء في الأسبوع الأول من يناير، والآن إحنا في العاشر من يناير ولم يتم تحديد موعد جديد، وان الغاد في يعني لم توضح للملأ انه متى يعني ينعقد هذه تنعقد هذا اللقاء. فانا اعتقد يعني مساله السلام قد نعود بها لمساله من الذي بدا الحرب، من بدا الذي بدا اطلاق يعني رصاصه الحرب، وهذه طبعا فيها روايات كثيره جدا من الدعم السريع ومن الجيش، وفيها مغالطات كثيره جدا، وأنا أعتقد دخل فيها أطراف كثيرة جدا في هذه المسألة. ولذلك يعني حديثهم عن السلام بدون تفاصيل مما يعني أنهم يريدان أن يحسموا المعركة عسكريا، وهم لا يستطيعان، بدليل أنه الآن يعني استمروا في هذه المعركة لمدة 9 شهور ولم يحقق الطرفان أي انتصارات يعني حقيقية أو انتصارات نهائية، والمتضرر الأول هو المواطن السوداني كما ذكر تغريدكم، نزح كثير من نعم بكل تأكيد. لكن على أرض الواقع سيد محمود، على أرض الواقع هناك
تقدم كبير للدعم السريع، سيطر، يكفي أن نقول سيطر على ولاية الجزيرة المدني، وهذه التفاصيل الميدانية تلعب دورا في موضوع التفاوض. سيد الباشا، نفس السؤال، يعني إذا كان محمد حمدان دوغلو يكرر خطابه برغبته بوقف الحرب والمفاوضات وتوزيع المساعدات الإنسانية وإنهاء كل هذا الخراب الذي حل بالبلاد، لماذا لا يقدم تنازلات، أو ما هي النقاط الخلافية بين الرجلين اليوم؟ نقطة الخلاف الأساسية أستاذ الكريم هي عدم مصداقية البرهان. البرهان ظل يراوغ طيلة فترة الحرب لمدة 9 أشهر، والآن يراوغ يتفق اتفاق ويذهب يشاور علي كرتي ويعني يرجع ليقود هذا الاتفاق. هذه هي المشكلة الأساسية. لذلك السيد القائد الفريق أول محمد حمدان دغلو لما تلقى دعوة الإيجاد هو رحب بهذه الدعوة، لكن اشترط شرط يعني دول يعني لقمة الإيجاد إذا أرادوا أن يلتقي سيد الفريق أول محمد حمدان دغلو بالبرهان طلب أن تحضر كل دول الإيجاد وتحضر الأمم المتحدة وتحضر يعني التسهيل مبادرة جدة حتى يكون شهودا على اي اتفاق او اي تفاهم بينه وبين الفريق يعني البرهان. طيب لماذا يرفض يعني البرهان لماذا يرفض البرهان الحوار؟ قال لا صلح ولا حوار مع الدعم السريع، لماذا؟ انا قلت لك يا استاذ الكريم، البرهان الان يراهن على مساله الزمن. هذا يعني البرهان يراهن على مساله الزمن ولكسب مزيد من الزمن، ويراهن الان بعد هزيمه جيشه في الميدان، الان يراهن على الـ على الـ على الاستنفار وتشجيع المواطنين، وهم بالطبع هم كوادر في الحركه الاسلاميه، ويعني بقايا اجتماع الشعبي، والان يستنفر في الجماعات الاسلاميه المتطرفه حتى يحقق بها نصر على الارض. لذلك الان هو يعني يراوغ يعني على عامل الزمن ويريد ان يحقق انتصار في الارض حتى تكون له نعم. يعني ورقه داخل يعني للحوار، لكن لن يعني يتوفق في ذلك ولن يحقق اي انتصار على الارض على قوات الدعم السريع، لان قوات الدعم السريع منذ القابس من ابريل، وحتى الان اي معسكر استلمته او اي قياده استلمتها من الجيش هي الان بيد قوات الدعم السريع. طيب دعني فقط في موضوع اليوم تطورات المعارك، هناك تطور خطير يجري اليوم في السودان سيد الباشا وأيضا سيد محمود، موضوع دعوات وبداية بدت فعلا موضوع تسليح المدنيين في السودان. سيد محمود، أريد رأيك ووجهة نظرك في هذا الموضوع، ألا يقود هذا البلاد إلى حرب أهلية، خصوصا أنه عبد الفتاح البرهان قائد الجيش شجع على هذه الخطوة وقال نحن معكم في تسليح وتدريب المدنيين؟ يا أخي الفاضل، يعني قبل أن يصرح البرهان بمسألة المقاومة الشعبية، هذه المقاومة يعني نشأت بطريقة عشوائية أو فطرية، يعني هذه المقاومة ليس للدفاع عن الجيش أو للدفاع عن البرهان أو حتى لمقاتلة قوات الدعم السريع. نحن بنلاحظ عندما دخلت أو بدأت الحرب في الخرطوم، استبيحت كل الخرطوم، منازلها، الممتلكات، المواطنين، سرقت سياراتهم، اغتصابات. وعندما تحرك الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة في مدني، أنا أعتقد كان يعني التصريحات التي تصدر من يعني الذين يتصرحون باسم الدعم السريع قالوا أنهم ذهبوا إلى مدني لمنفعة المواطنين، ولكن حصل العكس. يعني نفس المشهد الذي يعني حدث في الخرطوم تكرر في واد مدني، بدأت يعني القوات. طيب أليس من واجب الجيش حماية المدنيين؟ دعني الآن الجيش، دعني الجيش مهزوم كما قال الأخ الباشا، يعني الجيش يعني لم يستطيع أن يحمي المواطنين، لأنه لا يستطيع بحسب قوته أن ينتشر انتشار الكبير في كل بقاع السودان. ولماذا يرفض الحوار إذن؟ يعني يرفض الحوار لأنه أنا أعتقد هنالك نقاط خلافية بين الطرفين. يعني طيب نقاط خلافية، يعني هل من المنطق أن نجر البلاد؟ لو سمحت، طيب فقط دعني أسأل سؤالي ومن ثم سأعطيك الوقت. إذا كان لا يملك القدرة على حماية المدنيين ويخسر الأراضي،
أليس من الأفضل اليوم أن ندخل في حوار وننقذ السودان معا من أن نسلح المدنيين ونأخذ البلاد إلى حرب أهلية؟ تفضل. دعني أجب على نقاطك. لا تنسوا لي هذه النقاط كده جماعات، يعني فرضا نقطة النقطة، يعني هي نقطة واحدة. هي نقطة واحدة. نعم. يا أستاذ محمود تفضل. هل 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 الحرب من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرفين بكل تأكيد. طيب تحتاج لتنازل من الطرفين، لا يستطيع أن أعتقد طرف واحد أن يتنازل. أنا كنت أتوقع من كل الخطابات التي ألقاها قائد الدعم السريع أو قائد الجيش أن يعلنوا فورا وقف إطلاق النار، هذا كان ممكن يدخلنا إلى المفاوضات. لكن الآن ليس هنالك مدخل في المفاوضات، يعني هذا الطرفان جلسان في جدة أكثر من جلسات ولم يخرجان بحل، لأنهم لم يقدموا تنازلات. هذه المفاوضات تحتاج لتنازلات، ومن ثم ندخل للمفاوضات أو تفاصيلها. إذا لم يقدم الطرفان تنازلات في قبل بداية المفاوضات لن نصل إلى حل، يعني هذه مسألة، لأنه هؤلاء قوة عسكرية، حتى لو تدخلت القوة المدنية لن تستطيع أن تقدم أي شيء في هذا الجانب. فالآن المفاوضات تحتاج للمفاوضات. هل الدعم السريع قادر على أن يقدم مفاوضات لتنازل؟ هل قائد الجيش يعني مستعد أن يقدم تنازلات؟ إذا لم يتم تنازلات ووصلنا إلى يعني أرضية مشتركة لن نصل إلى حل. هذه هي الحرب، هذه لغة الحرب، هذه هي لغة الحرب. يعني موضوع المدنيين كمان، حتى هذه الحرب معقدة جدا، ليس بين دولتين وإنما بين شقين عسكريين داخل مؤسسة عسكرية واحدة، فمن الصعب يعني الفصل بينهما، يعني حتى لو كان بكل تأكيد هذا يعني ما تحدث عنه. يعني يا أستاذ محمود، خطورة تسليح الموالين لكل طرف. دعني أستمع لوجهة نظر سيد الباشا. سيد الباشا، أيضا هناك تقارير تقول بأنه الدعم السريع يسلح مدنيين موالين له في العديد من المناطق، ما خطورة اليوم تسليح المدنيين وإقحامهم في هذا الصراع الذي كما يقول السيد محمود لا أحد يتنازل فيه؟ الدعم السريع أستاذ الكريم لم يسلح المدنيين، وهو يرفض تسليح المدنيين تماما، وليس هنالك أي دليل على أن الدعم السريع قام بتسليح المدنيين. لكن الآن ما يعني نشاهده الآن من حملات لتجيش الشعب ومن حملات لتسليح المدنيين التي يقوم بها السيد البرهان وعناصر النظام البائد بقيادة علي كرتي، هي بدأت من أول يوم في الحرب. لأن الآن الجيش، أنا أؤكد لك أن الجيش انهار تماما والجيش انهزم تماما، لا يوجد جيش الآن. الذين يقاتلون قوات الدعم السريع هو أفراد الحركة الإسلامية وما يسمون بكتائب البراء وبالدواعش الإسلامية المتطرفين. هذه هي الآن طريقة حقيقة الصراع الدائر الآن في السودان. ليس هنالك الآن جيش، الآن الجيش انهزم تماما. إذا كانت الحرب بين الجيش وبين الدعم السريع كان البرهان أتى إلى جدة ووقع اتفاق السلام، لكن الآن البرهان لا يستطيع توقيع اتفاق السلام لأنه لا يملك يعني قراري ولا يملك القرار في الميدان. لأن الآن الذين يقاتلون ليس بالجيش، الجيش انتهى. طيب يا سيد الباشا، بس فقط قبل أن أخرج إلى فاصل، وصلت هذه الفكرة سيد الباشا، قبل أن أخرج الفاصل، ما ردكم على التقارير من المنظمات وأيضا من السودانيات الذين شاهدناهم على التلفاز حول الانتهاكات التي تقوم بها الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها؟ يا أستاذ الكريم، هذه الحرب حرب مفتوحة، وكما ذكرت لك وشاهد العالم عدد من الفيديوهات المسجلة في قبل 15 أبريل من كوادر الحركة الإسلامية، أنس عمر و الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السابق والناجي عبد الله. هنالك دعوة للحرب صريحة كانت جدا من الإسلاميين، وهم من عدوا يعني كتائب كثيرة جدا وفتحوا السجون وعدوا يعني النيجرز وعدد من يعني من الجهات يعني المتطرفة لخلق فوضى كاملة. لذلك الآن نحن كقوات الدعم السريع كوننا لجنة سميناها لجنة محاربة الظواهر السالبة بقيادة يعني لواء، وهي الآن تعمل عمل كبير جدا، ويعني تم القبض على عناصر ليس لهم يعني علاقة بقوات الدعم السريع. لذلك الآن نحن كقوات الدعم السريع نستنكر التعدي على حرمات المواطنين ويعني سرقة يعني ممتلكات المواطنين، ونحن الآن نحارب هذه الظواهر السالبة. وبالتأكيد يعني قوات الدعم السريع ليست طرف يعني سلاب يعني ممتلكات المواطنين. لذلك أستاذ الكريم الآن نحن نخوض
حرب مفتوحة وحرب شاملة في كل يعني في كل الجوانب. وقوات الدعم السريع في ظل هذه الحرب الآن لديها سجون مفتوحة، يعني تم القبض على كثير جدا من يعني المتفلتين والذين يتعدون على المواطنين، وهم ليس يعني بقوات دعم سريع، وذلك يعني اعترافات مسجلة وموثقة ويعني على كل قنوات يعني القنوات القضائية ووكالات الأنباء والإعلاميين، عليهم أن يتقصوا وعليهم أن يأتوا يعني نعم. طيب سنعود لهذا النقاش سيد الباشا طبيق وسيد محمود عوتة بعد هذا الفاصل الأخير. أهلا بكم من جديد في فقرة الرأي. رأيكم، سألنا المتابعين إلى أي مدى ستؤثر الدعوات لتسريح المدنيين في الوضع على السودان. نعيد شي غلط. أهلا بكم في فقرة رأي. رأيكم، سألنا المتابعين إلى أي مدى ستؤثر الدعوات لتسريح المدنيين على الوضع في السودان. 88% قالوا جر البلاد إلى حرب أهلية، و12% قالوا لا يوجد أي تأثير. أستاذ محمود العوتة الصحفي معي من السعودية، ما تعليقك على نتيجة هذا الاستطلاع؟ الجميع متخوف. طيب يا أخي الفاضل، لما تعطيني سؤال خليني أجاوب عليه إجابة شافية وبتفاصيل. أعطيتك أنا أعطيك الوقت ويمكنك أيضا. لا ما أعطيتني. طيب تفضل. أعطيني فرصة، لأنك أنت تديني سؤال وترمي نقطة ثانية. دعني أعطيني، أنت استضفتني. لأنه يا سيد محمود أنت تحدثني في طريقة نحن نتناقش نتحاور، يعني تقول لي تسريح المدنيين نعم يفيدك، لك تسريح المدنيين يؤدي إلى المزيد من الدمار. وأنا أسأل، لا أنا بسأل خليني أجاوب. تفضل. لماذا المدنيين حملوا لماذا حملوا السلاح؟ انت لم تتركني حتى اجاوب لك. الحدث في الجليزه في الجزيره يختلف عن الخرطوم. ولايه الجزيره ولايه ريفيه وتشمل مدن كثيره جدا، وهؤلاء لا يفهمون في السياسه كثيرا، ولا شاركوا في مظاهرات، ولا يعرفون اسقاط حكومات، ولا يقومون باي نشاط سياسي. عندما شعروا وهم يعيشون في بيئة تقليدية، عندما شعروا قوات الدعم السريع صارت تدخل المنازل بطريقة غير أخلاقية وغير يعني ذات قيم تحفظ قيمهم، حملوا السلاح لم يحملوا سلاح بالبنادق أو الأسلحة الحديثة، إنما حملوا العصي وحملوا السلاح الأبيض للدفاع عن أنفسهم وعن عرضهم. يعني انتم كم مره كل وكالات الانباء نقلت تقارير بانه هنالك انتهاكات من قوات الدعم السريع، وقبل يومين خرج علينا قائد الدعم السريع ويقول ان القوات التي ذهبت الى الجزيره هذه قوات لا تنتمي لقوات الدعم السريع، وفي نفس الوقت هنالك مسؤولين في او متحدثين رسميين في قوات الدعم السريع خرجوا بعد ان دخلت قوات الدعم السريع المدينه يمجدون بهذا الانتصار وانه هذا انتصار كبير. أنا أعتقد هنالك تناقضات، فالشعب عندما لم يجد حماية الجيش لجأ لحماية نفسه، وهذه المناطق الريفية أنا أعرفها تماما، مناطق ممكن تسميها بدوية، وهي يعني مناطق سكانها يحافظون على التقاليد والأعراف، وبالتالي هم قاموا بهذه المقاومة ضد قوات الدعم السريع. يعني هذا هو موضوع بداية. طيب. ربما فهمت سؤالي بطريقة خاطئة سيد محمود. هي تسميها دفاع على النفس. طيب أنت فهمت سؤالي بطريقة خاطئة، سؤال دعوات تسليح المدنيين للقتال إلى جانب الجيش يا سيد محمود. وليس هنالك جوانب سياسية أو جهات سياسية
داعم لهذه المقاومة. طيب كيف نفسر البرهان صراحة قالها يا سيد محمود؟ يا سيد محمود عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، سأقول لك ماذا قال. اسمع يا سيد محمود، يا سيد محمود اسمعني ماذا قال البرهان. قال البرهان: أحيي المقاومة الشعبية وسنبادر بتسليحها وتنظيمها كي تدافع عن نفسها ووطنها. أكثر من هكذا البرهان دخل في هذا الموضوع بالعرض. المسألة هي مسألة دفاع عن النفس. البرهان عندما فشل في أنه يحمل مدنيين دخل في هذه المسألة. هذا ما أردناه، هذا ما نتحدث عنه، هذا ما نناقشه. نعم. يا سيد محمود، أنا لم أتحدث عن مدني يحمل السلاح ليدافع عن عائلته وعرضه في حال تعرض لانتهاكات. هذا أمر واضح يحدث في أي حرب. نحن نتحدث عن دعوات تسليح المدنيين. البرهان قال لك أحيي المقاومة الشعبية، نبادر لتسليحها، نحييها. إذن يريد أن يسلح المدنيين لكي ينخرطوا في هذه الحرب، وأنت تقول لي لم أعطيك أو أنا أنتقد سؤالك. طيب دعني أستمع لوجهة الباشا طبيق. سيد باشا، اليوم ألا يتخوف السودانيون من حرب أهلية؟ ألا يتخوف اليوم في ظل هذه الدعوات؟ اليوم الجميع سوف يتسلح إن كان موالي للدعم السريع أو موالي للجيش. ما الحل بالنسبة للسودانيين؟ أولاً أستاذ الكريم، أنا يعني أؤكد أن نتيجة الاستطلاع الذي أجريتموه هي نتيجة مخيفة جداً، وهذا وعكست الواقع تماماً. أنا أؤكد لك أن هذه الدعوات سوف تؤدي إلى حرب أهلية شاملة، لا تبقي ولا تذر، وسوف تقضي على الأخضر واليابس، وسوف تفكك السودان. أنا أريد أن أرد على الأخ الأستاذ الصحفي محمود العوتة، وهو العوتة هي يعني من الجزيرة. أؤكد لك تماما أخي محمود العوتة، الآن في مدني المواطنين يتلاحمون مع قوات الدعم السريع. تمت معالجة كل الظواهر السالبة والاعتداءات التي تمت على يعني تمت على المواطنين. الآن تمت محاربتها، والمواطنين الآن في ولاية الجزيرة يتعاملون ويرحبون بقوات الدعم السريع. الآن الدعوات التي تجري لتسليح المواطنين وفي الولايه الشماليه وفي نهر النيل وفي يعني بورسودان وجزء من مناطق ولايه شمال كردفان، وشاهد الجميع ايضا الاحداث التي يعني جرت في الدلي، في مدينه الدلي، من تصفيات عرقيه وعمل قبلي يعني وايضا يا استاذ الكريم خطاب الكراهيه الذي يعني يقال الان على مستوى قمه الدوله من البرهان شخصيا ومن الكباشي ومن ياسر العطا، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والجهوية التي يتحدثون بها الآن هي التي في الجنينة. سوف تؤدي إلى حرب أهلية شاملة. نحن الآن ندعو إلى وقف إطلاق النار. أنا الآن أتحدث كمستشار لغاية قوات الدعم السريع. نحن ليس مع الحرب، نحن الآن ندافع ندافع عن نفسنا من باب الوطنية ومن باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية. ندعو إلى إيقاف هذه الحرب اليوم قبل الغد. طيب. ولكن هذه دعوة على الهواء مباشرة يعني تكررت. دعني فقط نشرك يا سيد الباشا. يا أستاذ الكريم دعني أكمل لك الفكرة. طيب. نحن الآن نريد أن تقف هذه الحرب من أجل وحدة السودان ومن أجل استقرار السودان. الذين يدعون الآن إلى تسليح المواطنين وإلى تجهيز الشعب يريدون أن يتفكك السودان ويريدون أن يفوزوا بقطعة أرض حتى يحكموا عليها. نحن لا نريد تفكيك السودان ولا نريد حرب حرب قبلية، ونرفض رفض تام إلى كل دعاوي التسليح للمواطنين. طيب دع الأستاذ محمود يجيب، فقط أعطيه الوقت ليرد عليك. سيد محمود تفضل. طبعا يا أخي الكادي، يا أخي الكريم الباشا، جذور المشكلة السودانية من الاستغلال حتى الآن. السودان لديه مشكلة. طيب يا سيد الباشا أعطيتك الوقت، فقط دع السيد محمود يرد. سيد الباشا سأعطيك الوقت، دع فقط سيد محمود يرد، تفضل. هناك دعوة سيد محمود صريحة لوقف إطلاق النار من الدعم السريع. يا أخي الكريم دعونا ألا نضحك على عقول الناس، يعني الناس كلها لديها عقول يعني. طيب إذا كان الدعم السريع هو يريد أن يوقف إطلاق النار، لماذا تتوسع في الحرب؟ لماذا كل مرة نسمع أن إحنا ذاهبون إلى شندي، ذاهبون إلى دونغولا، ذاهبون إلى عبرة، سوف نشرب القهوة في شندي؟ هذا الخطاب يوضح أنك عندك تريد أن تتوسع في رقعة جغرافية الحرب. لماذا تذهب إلى أنا أريد أستلم القاعدة العسكرية،
أنا استمعت لك يا باشا. يا سيد الباشا، سيد الباشا فقط اسمح لي سيد محمود بعرض وجهة نظر، وتفضل أستاذ محمود. الذي يدعو لإيقاف الحرب لا يتوسع في جغرافية الحرب، أليس كذلك؟ لماذا دخلتم إلى مدني؟ مدني تعلمون أنها هي منطقة كانت للنازحين من الخرطوم، وعندما أتيتم إلى مدني نزح المواطنين من مدني إلى القضارف والسنار. أنتم لحد الآن تقاتلون في حدود القضارف للدخولها، وتريدون أن تدخلوا القضارف، وتريدون أن تنقلوا يعني أسلحة عن طريق أثيوبيا من الحدود الأثيوبية إلى القضارف. الذي بالمنطق الذي يريد أن يوقف الحرب لا يتوسع في دائرة الحرب. أعتقد لا تنشروا يعني جنودكم في المناطق كلها، وتريدون وتتحدثوا بخطاب لين وخطاب دبلوماسي في الفضائيات بأنكم تريدون أن توقف الحرب. أنا طيب سيد محمود، لماذا فشلت المساعي الدبلوماسية الدولية باعتقادك إذا كان الطرفان كما قلت ووصفتهما بأنهما يضحكون على عقول العالم والشعب والمواطنين؟ يعني لماذا فشلت أيضا المساعي الدولية والدبلوماسية والإقليمية لوقف إطلاق النار؟ سؤال جيد. هذه الأزمة مرتبطة بمصالح دولية يا أخي الفاضل، إذا كانت إقليمية أو دولية. كل الوساطات التي قامت، المفروض كل هذه الدول التي لها علاقة بمسألة ملف السودان تجتمع سويا وتضع رؤية واضحة من أجل الحل. أنا كنت برى إنه يعني منبر جدة هو كان المنبر النموذجي لحل هذه الأزمة، ولكن اختلف الطرفان لأنا أعتقد لأشياء بسيطة جدا، كل واحد اعتدى بنفسه. الآن قدامي خبر بيقول إنه الدعم السريع حل هذه الأزمة لن تحل إذا كان البرهان موجود. أنا المسألة الشخصية يا أخي الفاضل، لماذا هذا الخطاب؟ الآن قدامك الدعم السريع، لا أمل في حل أزمة السودان مع وجود البرهان، وهذا هو قائد الجيش. هناك العديد من التصريحات التي بقي معي دقيقتين يا سيد محمود، سأستمع وجهة نظر. فكيف تريد أن تحل؟ لا طيب. أنا الكلام الأخير التلخيص، لا بد أن يكون هنالك تنازل من الطرفان من أجل مصلحة المواطن السوداني. طيب. إذا لم يتقدم الطرفان أي تنازلات لن تحل هذه الأزمة، وستكون أزمة معقدة جدا، وتكون نعم. يعني كما ذكر وزير الخارجية أن السودان أصبح بؤرة كبيرة جدا. طيب هناك سؤال لابد أن أسأله قبل نهاية الحلقة. سيد الباشا طبيخ، أنت مستشار قائد الدعم السريع السيد محمود حمدان دقلو، هل سيلتقي دقلو بالبرهان قريبا أم لا؟ السيد الفريق الأول محمد حمدان دقلو هو على استعداد للقاء البرهان ما إذا توفرت الشروط يعني المطلوبة والشروط المحددة بحضور رؤساء دول الإيجاد وحضور الأمم المتحدة لتكون شهود أو شاهد على هذا على أي اتفاق أو أي تفاهم. لماذا تأخرت إيجاد في إعلان موعد جديد باعتقادك؟ والله هذا يعود إلى ترتيبات الإيجاد، نحن لا نعلم. يعني أنتم أبلغتم إيجاد أنه مستعدين البرهان؟ نحن مستعدين لهذا اللقاء، لكن خاطبنا الإيجاد بضرورة حضور كل رؤساء دول الإيجاد وحضور الأمم المتحدة لتكون شاهدة على أي تفاهمات، لأنه يعني وجود البرهان من غير شهود دوليين يعني تعودنا على عدم التزام البرهان نعم. وتعودنا على مراوغته. شكرا لك الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، الشكر موصول لك أستاذ محمود العوطة الصحفي والمحلل السياسي، والشكر أيضا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.